لكن إعادة الكرة من جانب فريق الاستقلال، يترك جمع عبد الله باتجاه حارس المرمى الآن على السيف. على السيف اللي بدوره بيرسلها كرة طويلة وإلى الأمام، محاولة سريعة باتجاه إبراهيم دياكيه، ولكن ربما الكاميرا اصطدمت في شيء، الكرة اصطدمت في شيء، ولا نشاهد ربما إسقاط. كرة بتعود مرة أخرى إلى سامي ربيع، من على السيف، هل تصطدم مرة أخرى؟ كرة طويلة ولا تصطدم مرة أخرى؟ مرة أخرى إسقاط للمرة الثالثة، هذه الكاميرا السبايدر على السيف منشن على سبايدر، منشن على المرمى يا سبايدر مان، سبايدر منشن على كاميرا سبايدر، كرة بتعود.